باشا ألف ما أبيض. إيه الأخبار يا حسن؟ في أخبار جديدة؟ طبعاً عرفوا اتنين من بصماتهم، واحد اسمه شريف كان بيشتغل مدير حسابات عند سعادتك، والتاني اسمه ممدوح بيشتغل رئيس الأمن عند صبح رسلان الكبير. صبح رسلان؟ بقولك ايه، العيال عرفوا مكانهم؟ ضبطوهم يعني؟ لا الحكاية عاوزة وقت، لكن أنا متابع المسألة بنفسي. كتر خيرك يا حسن بيه، كتر خيرك يا سعيد اللواء. أمال هنقف مع بعض بقى نبص لبعض ونسيب شغلنا؟ يلا على الشركة بسرعة، اداني لي محيط خارج. حاضر. حضر لي عربيتي بسرعة. ازيك يا صبح؟ وانت ازيك يا عم بهجت؟ وانت اصحابك؟ معلش معلش، حوتين وربع مليون دولار. احمدك يا رب. الحمد لله ان لجوز مواعيد النهارده كانت هتبقى مشكله، مدام ممنوع الدخول والخروج من هنا الا بالليل. معلش حبيبتي انا اسف لو كنت عطلتك. اسف على ايه؟ انك اديتني فرصه اقعد معاك اكتر؟ طب بقول لك ايه بقى، انا عايزك تتاسف كتير. الفيلا المفروض ان هي مقفوله والخروج والدخول بالنهار، ممكن يعني يكشفنا وبعدين. ترى ايه يا حسام؟ انت بتتكلم جد ولا ايه؟ انا طبعا بهزر، متاكد اني سعيده جدا. يلا بقى. الله، واخد لي بالك؟ هو احنا هربانين عشان نتعلف هنا بقى؟ الحقيقه بقى الواد حسام والواد ممدوح عرفوا يختاروا صحيح النظام اللي هو امبارح السمك والجمبري. امال فين ممدوح؟ دقيقه، انا اصلي ما يكونش الاكل البيت. ما شاء الله يا جماعه. مش قلت لك بنتعلف؟ اديك يا سيدي النهارده هتاكل اكل بيتي. تعرف يا شريف انا وحشني قوي اكل امي. قول لي هي امك حلوه كده؟ ان شاء الله يا ممدوح. طيب يا جماعه دقيقه واحده اتكلم في التليفون واجي. ايوه فيفي انا سلامه. سامي سامي سلامه. ايوه حبيبتي. بقول لك ايه، ممكن اكلم امنيه؟ مش عارف، قول لها واحد اسمه عمو سامي وامر الله. طيب هسمعك صوتها. انا قولي الو. كلمي اونكل. ايوه فيفي. يا ممدوح الاكل هيبرد. الست ايه ده، نظام غيره بقى. لا دي سناء شاكر محامية خطيبة حسام. بقول لك ايه، اسمعيني كويس، تروح تقابل الراجل وتتفاهمي معاه. اصلها ما طلعتش شنطة، ده طلعت منجم ذهب. عشان كده انا جيت. لما ابتديت افكر واركز والم نفسي، هما صحيح كانوا متنكرين بس مش متنكرين قوي يعني، لكن شكلهم كان متغير. اما من جهه شريف بقول لسعادتك يعني اللي انا فصله بقالي 3 سنين ده من جهه. ومن جهه تانيه لما سعادتك جيت للمستشفى عشان تزورني كنت لسه ساعتها طالع من اوضه العمليات متبنج. طب وبعدين؟ وبعدين وبعدين ايه؟ بس خلاص. يعني الوحيد اللي افتكرته بعد ما ركزت ولميت نفسك هو الاخ شريف ده؟ هو لغايه دلوقتي يا سعاده الباشا كده مظبوط، انما لو افتكرت حد تاني ان شاء الله هبلغ سعادتك. طب ما تنساش تبلغ لي سلامي الكبير للواء حسن. حسن فهمي ده بيشتغل عندي. اوكي سلام. تعال. ايوه باشا. امضي. تحت امرك. فهمي. حسن فهمي ده شخصيه ظريفه جدا. لواء انت امين شرطه؟ ها السلام عليكم. سلام.
حطي الراجل ده تحت المراقبة. أهلا يا مدام فيفي، فرصة سعيدة. مسيه. خير بسرعة. ممدوح بيوصيك على الجوازات والتذاكر وبيقولك إن في مفاجأة كبيرة قوي. إيه؟ ممدوح ما حطش إيده على الورق اللي يهمك وبس، لا ده لقى في الشنطة عقود ممتلكات بهجت وحساباته اللي في الخارج. الظهر إنه كان ناوي يسفرها بره. عموما هشوف، أنا عندي ميعاد معاه بكرة. باي. باي. بقول لك يا كبير، أنا ما أحبش ألف وأدور. Time is money. نخش في الموضوع. أوكي. إذا رجعت لي عقود ممتلكات اللي بعتها لك سوري وضربت عليها عواف، في الحالة دي بس ممكن أساعدك. إيه؟ حلوة صبح أوي. عايزني يعني أرجع لك حاجات ب 2 مليون دولار وترجع لي أنت ورك أرنب؟ ما تقاوحش يا باجل. أنا عارف كويس أوي إن الشنطة فيها أوراق تهمك أكتر من فلوس. ما تحبش حد يعرف عنها حاجة. الله 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 الله. دي تبقى أنت بقى اللي مرتب كل حاجة ومنظم كل حاجة. الله الله الله. عوايدك ما بتتغيرش يا صبحي. يا بهجة تفهم، العيال دول لو وقعوا في ايد الحكومة الاول هتبقى مشكلة، مش هيبقى فيه وقت للتفاهم. اسمع، الورق ده ما يطبش في الميزان قدام العقود والفلوس. طب ودمي؟ دمي يا باشا، ده انا حتى دمي تقيل قوي يطبب اي كفة. انا مجرد واسطة، والاصل هو اللي فرض عليا ده، يعني انا فعل خير. صدقني يا بهجت، أنا عايز أساعدك. تأكد إنك ساعدتني يا باشا. سلام. بهجت يا بهجت. مش قلت لك بهجت ده هو اللغز والمفتاح في نفس الوقت؟ برغم العداء الشديد جدا ما بينه وبين صبحي رسلان، إنما ما بيقابله عادي. الحقيقة حاجة تخير يا فندم. أبدا، زي عصابات المافيا. دايما بيحاولوا يصفوا خلافاتهم بعيد عن سلطة الدولة. بس احنا مش قدام خلافات عادية، احنا قدام جريمة، جناية سرقة وهروب من السجن. ما هو احيانا ضرب الرصاص بيبقى وسيلة للحوار بينهم. طب ما تؤمر حضرتك بالقبض عليهم؟ لا، لازم يبقى تحت ايدينا ادلة مؤكدة علشان نقدر نقبض عليهم. على العموم لو وصلنا للولاد ممكن تتضح امور كتير. مع السلامة. لا كنت حنسى الكلام، خدنا. ايه ده؟ إشارة من الأنتربول، عرفوا مكان زكي الأسمر في اليونان وجاري تحديد مكان إقامته. كويس أوي. يلا انزل. إيه؟ مش عاوز تتغدى يوم مع العيال؟ عايزكوا تقلبوا الدنيا، فاهمين؟ صبحي مخبي العيال دول، فاهمين ولا مش فاهمين؟ لازم تعرفوا لي كل حاجة عن صبحي، جرسوناته، شققه، الحتت اللي بيقعد فيها، ما تونوش. هنجيبهم لك من تحت تغطية الأرض. اسكت خالص. الراجل ده لازم تعرفوا لي كل حاجه عنه. ايوه الراجل ده انا حاسس انه هيضربني ضربه في الاخر هروح فيها. اطمن يا باشا، اطمن 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 على يلا خلاص. وانت كل حاجه بروح اطمن اطمن اطمن. ايه حكايتك؟ واقف لي لسه واقف لي. بحب ضربك يا باشا.